أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى هذه التغطية المباشرة والمستمرة والتي تأتيكم على المغربية الأولى والثانية. تغطية مستمرة حول هذا الحراك المبارك، حراك بدأ منذ 22 فبراير وما زال متواصل في الشهر السابع بنفس الإصرار بنفس العزيمة وبنفس المطالب. كما تعلمون الشعب يريد تغيير جذري، يريد أن تصبح الجزائر الجديدة كما أرادها المجاهدون، كما أرادها الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الجزائر، من أجلنا، من أجل هذا الجيل باش يعيش في الاستقلال. الآن الجزائريون يقول ربما الاستقلال ما كانش كامل استقلال البلاد ولم يكون استقلال العباد، وهذا ما يطلبه الآن الشعب الجزائري، يطلب أن تصبح تعود الجزائر إلى رحاب أولادها، إلى رحاب هذا الشباب الواعي الذي برهن وعيه وبرهن أنه بإمكانه أن يغير الجزائر إلى ما إلى خير من هذا الحال ويأخذها إلى بر الأمن. إذن أعزائي المشاهدين، بعد الجمعة 28 الآن نعود ديروا قراءة حول هذا الحراك، حول هذا التحرك الشعب الجزائري منذ كما قلت سبعة أشهر، والذي يقابله إصرار المنظومة والسلطة الفعلية على خلط طريقها وهو إجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال كما يقولون. والهيئة المنظومة الآن تكل على الهيئة الحوار والوساطة التي هي تاني تنشط من جهتها رغم كل شيء، وتحاول أن تجد ربما بعض الناس يمثلون الحراك كما يقولون باش يعطوا صبغة شرعية لتحركاتهم ولإجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال كما يقولون. ولكن من جهة أخرى الحراك ما زال يطارد الهيئة الحوار في كل مكان، شفناه في شلون في وهران في الأيام الأخيرة، والبارحة فقط في بومرداس ما زال هيئة الحوار ما تعيش في ربما في أزمة وأيام صعبة، رغم ما نراه في التلفزيون من اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني كما يقولون، بس الواقع الشارع نراه مختلف لهذا الأمر، ونشوفه أن ربما الجزائريون يرفضون هذه الأيام. إذا أعزائي المشاهدين نعود إلى هذا الأمر، تحركات الهيئة ويقابلها الطرد من الحراك. نعود إلى غدا إن شاء الله، رانا عشية خروج الطلبة كالعادة، الخروج الثلاثاء 28 للحراك الطلابي وأهميته مسندة لهذا الحراك كل الجمعة. ونعود إلى أعزائي المشاهدين إلى مشاكل الأمطار، يعني فيه كوارث طبيعية الآن في عدة ولايات، وهذا يعود بنا إلى هذا الرداء في التسيير وسوء التسيير وعدم المحاسبة. الجزائريون خرجوا 22 فبراير ليس فقط ربما لأخذ أو تغيير المنظومة، بصح كما يقولون يريدون التغيير كاع، يروحوا كاع، لأن المشكل ليس فقط في بعض الأشخاص كما يقولون اللي راحوا في الحراش، بصح الأشخاص الآخرون اللي راهم ما زالوا من الآن، لأن نشوف الرداء ما زالها مستمرة، والشعب الجزائري ما زال يعاني من هذا الرداء ومن هذا سوء التسيير، وهذا اللي خلاهم كما يقولون ما زالوا يصرون على التغيير الكامل والشامل باش نغيروا هذه العقليات، نغيروا هذه المسؤولين اللي هم مش مسؤولين حقيقة. إذا أعزائي المشاهدين ربما هذه أهم هو أبرز مسائل سوف نتطرق إليها في هذا الحصة.
لا ليبرتي إن شاء الله الاستقلال، هذا ما يطلبه الآن الشعب الجزائري، الحرية مطلب الأساسي الآن لهذا الملايين الجزائريين الذين ما زالهم يخرجوا أسبوعيا وعلى أقل مرتين في الأسبوع، هم طالبين ويصرون على هذا المطلب ومحبوش يولي له رغم الخطابات التخويفية والتخوينية التي يلقاها تلقاها السلطة الفعلية هما ثاني أسبوعين. إذن أعزائي المشاهدين كما قلت أبرز، نبدأ بمسألة هيئة الحوار، نبدأ معنا لنقاش هذه المسألة من الجزائر القيادي في حزب الجيل الجديد الأستاذ حبيب برهمية. سي برهمية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير سي سليم. صباح النور. ثاني مقسم ثاني يكون معنا الأستاذ الجامعي أستاذ نور الدين الناشط الميداني من الجزائر العاصمة أستاذ علي ضرار. سي علي السلام عليكم. أستاذ علي ضرار، لا للأسف انقطع الخط. خلينا أستاذ حبيب برامي نبدأ معك فيما يخص هذا تحركات الهيئة الحوار والوساطة. شفنا ربما فيه مطاردة إن صح التعبير من طرف الحراك في عدة ولايات، بصح هم ما زالهم يصرون، ما زالهم عندهم طريقة خلط الطريق، ما زالهم يمشوا في خلط الطريق رغم كل شيء. خلينا نسمعوا بعض، لأن التقوا في بعض ممثلي كما يقول ممثل الحراك، خلينا نسمعوا هذا الممثلين يعني رأيهم طريقة الكلام وما هي أهداف، لماذا هم مع الهيئة. خلينا نسمعوا رأيهم ثم تعطينا رأيك أنت. التقينا نحن كشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كوننا هيئة وطنية تتمثل في الكثير من المنظمات والجمعيات التي النشطة في الجزائر، باركوا هذا يعني هذه اللجنة والتفينا يعني التفينا مع بعضنا البعض وافقنا على تأسيس هذه الهيئة، ومن بعد خرجنا يعني بمشروع واللي هو هذا ندوة الحوار الشبابي يعني الذي لا يتعدى 45 سنة، وجبنا معنا بعض الحلول منها يعني الذهاب إلى رئاسية مبكرة قبل جانفي إن شاء الله، وكاين حلول أخرى يعني توسيع هيئة التشاور وإشراك الشباب فيها. جينا هنا اليوم في الحوار باش نوصلوا انتخابات رئيسية مسبقة وترشيح كل الفئات إن شاء الله المثقفة، ويكون في الحوار كل الفئات المثقفة ولإعطاء الفرصة للشباب. أهم مطلب التعجيل ثم التعجيل والتعجيل لإجراء الانتخابات وضمان شفافية الانتخابات بمشاركة الشعب. الحضور من قريب من 48 ولاية وخاصة فئة الشباب هي الغالبة، وكل لاحظتم على المباشر معكم يعني شاهدتم معنا أن تقريبا جل الاقتراحات كلها تبدأ بضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية وبضمانات. طب الحال الضمانات هذه هي يعني تتمثل في القانون العضوي، تعديل القانون العضوي للانتخابات بما يضمن يعني. استاذ حبيب برامي واش رايك؟ يعني الكثير يقول ربما هذه الطريقه استفزازيه، حبوا يستفزوا الحراك، لما يقول الحل هو الذهاب الان والحل الوحيد هو الذهاب الى رئاسيات، واش رايك انت؟ نعم، اولا نبدا المداخله في تحيه كل مشاهدين قناه المغاربيه، نتمنى هذا الدخول الاجتماعي الجديد يكون دخول الحريه، دخول النضال، والدخول تحقيق كل مطالب الحراك، المطالب التي خرج من اجلها الجزائريين بالبلايين ب 28 اسبوع منذ 22 فبراير، هذا مهم جدا. اليوم تجاوبك على ساعات ما خصها الحوار، ضبط ان الحوار مبدئيا معرفتكم بتجربه الحوار، من اجل مبدا الحوار ان يتحاور كل الجزائريون وحقيقة الأزمة والعودة للشرعية، خلق الجزائر يخيروا أي مثلهم، يخيروا تكون تحت وتكون تحت، كان الطريقة حقيقية من أجل تحقيق المطلب تتنحو تتنحو كامل عن طريق الانتخابات كان يكون له، لكن اللي يروح يتخاف هو كما كنا نتخوفين أخرى من أجل تجديد النظام، وهذا هذا نشوفه بهيئة الحوار. نتمنى أن هيئة الحوار تكون وثيق ما بين الجزائر وما بين السلطة الحقيقية اللي هذا تليفون تليفون من أجل وضع ما عندناش. لكم تسمعوني؟ اسمع، عفوا اسمع فيك أستاذ، خاطر صوتك شوية لا مش واضح. نعم. بس نسمعوا فيك. نعم، فقط قلت لك كنا نتمنى أن هيئة الحوار هذه تكون وسيط حقيقي ما بين الشعب الجزائري وما بين السلطة الحقيقية اللي هي المؤسسة العسكرية، من أجل إيجاد حقوق حقيقية، إيجاد حلول حقيقية تلبي
مطالب الشعب الجزائري، تلبي مطالب الحراك وليس الالتفاف على مطالب الحراك. اليوم نعم كما على بالكم كذلك أن الجيل الجديد يشوف الحل عن طريق مزج للحلين، الذهاب إلى انتخابات رئاسية، انتخاب رئيس حقيقي، ومن بعد ذلك الذهاب إلى مسار تأسيسي يسمح بتغيير جذري لهذا النظام، لكن ليس تعجيل. اليوم نحن نطالب بانتخابات رئاسية في أحسن ظروف وليس في أحسن الأجال. هذه في أحسن الأجال ما عندهاش معنى. اليوم نظن أن الشعب الجزائري ينتظر أن تبدل بعض القوانين، ينتظر أن نروح للانتخابات وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وليس هذا الذي هذه المصلحية بها كما قلت ما يراكم إلا استفزاز الشعب الجزائري والشعب الجزائري ورافضها كما رأينا نشوفه كل في خارج هيئة الحوار. هذا أمر غير مقبول، وهذا في مستوى الشعب الجزائري ومستوى الحراك الجزائري. ننتظر أكثر من هذا، وننتظر أكثر من هذا من طرف الناس اللي قالوا أنهم حراك والحراك الشعب الجزائري. جيد، خلينا نسمع أستاذ علي ضرار اللي هو معنا من نشط، هنا نشط المدينة من الجزائر العاصمة. سيد ضرار السلام عليكم أولا. أستاذ علي ضرار هو معنا؟ لا شكله ما هوش يسمع فينا، ربما في خلل في التليفون، ان شاء الله نحاولوا مره اخرى. الزملاء يحاولوا مره اخرى. نولي لك استاذ حبيب ابراهيم، خلينا نسمع هذا اللقطات صح تعبير طرد الهيئه من البارح من بومرداس. اسمعوا راي المشاركين في الحركه في بومرداس. السلام عليكم شعب الجزائري العظيم. اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019، رانا أمام دار الثقافة رشيد الميموني ببومرداس. وقفة احتجاجية نرفض لجنة الحوار تاع كريم يونس. نقول لكم أين أنتم تحاوروا من؟ تحاورون من؟ تحاورون أنفسكم؟ تحاورون العصابة؟ نحن نرفض الحوار معكم ونرفض الحوار مع العصابة. أين كنتم؟ أنتم تدعون الوطنية، أين كنتم منذ 2013 والجزائر بدون رئيس؟ الرئيس في الشريط لا يتكلم مع شعبه. أين كنتم؟ أنتم أين كانت وطنيتكم؟ شعب الجزائر وطنه جد شرعية يريد نزع من الجذور كل من كان السبب في هذه الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية، كل من كان السبب في الحراكة اللي ماتوا في البحر. شعب الجزائري مطالبه جد شرعية ومنطقية. الشعب ما كاش نكسرها كما نحينا العائلة تاع بوتفليقة ويحيى من حكام العصابة من الجذور إن شاء الله. والسلام عليكم. إذا كان هذا جزء من التحرك البارح الحراك ضد هيئة الحوار والوساطة، حاولت باش ينصبوا اللجنة البارح في بومرداس، بس شفناهم يعني ربما كان رفض شعبي، وهذا الرفض المتصاعد ربما يخلي الأزمة تتفاقم في البلاد، وخاصة النظام الواضح كما يقول الكثير من المراقبون أنه المراقبين أنه يعني ماهوش يحاول يسمع إلى صوت الشعب. خلينا نسمع رأي أستاذ علي ضرار معنا، ربما إن شاء الله يسمع فيه الآن، ونشط المدينة من الجزائر العاصمة. سيد ضرار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أستاذنا. أولا يعني واش رأيك في هذا إصرار المنظومة الفعلية أو نظام السلطة الفعلية في مواصلة خلط طريقها رغم كل شيء؟ شفنا غضب شعبي ورفض شعبي متصاعد لهذه الهيئة، صح النظام ما زال يصر على هذا الطريق، يصر على الهيئة ويصر على هذه الانتخابات الرئاسية في أقرب الأجال كما يقولون. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا لم أستمع للبداية، لكن سؤال في الإجابة عنه واضحة جدا. النظام عندما يرسم خارطة الطريق هو يرسمها ويخاطب بها ما يسميهم هو بالمواطنين، وما يعطيه حتى المواطنين الذين يعارضون خارطة الطريق التي وضعها النظام الآن، وأصبح يستخدم الآن النظام بشر يعني لم يدخلوا حتى في إطار المواطنين. هم المواطنين عندهم أصناف يصنفون المواطن العادي وهو الذي لا يهتم بالسياسة ولا يهتم بشأنه وإنما يهتم بشؤونه العائلية البسيطة،
وثم درجة أخرى المواطن الصالح هو الذي يؤتي أعمال النظام ويقبلها ويقبل خططه ومشاريعه ويلزم الهدوء ويدعم كل ما يقوم به النظام. ثم عنده طائفة أخرى وهي التي المواطنين الذين نسميهم بالحطاميين المخلصين من الكريم يونس الذين إذا طردهم يلتزمون بيوتهم وصمتهم وإذا استدعوا وكلفهم بمهمة أخرى يقومون بها مهما كانت هذه المهمة. وكاين هناك المواطن والوطن في حد ذاته وهم ديسيدور هادو كي كان تعطيهم رفض الوطن إلا توافقهم الرأي راك وطني وإلا كان ما توافقهمش الرأي وهذه ويكون لك رأي مستقل فإنك عدو للوطن وعدو للبلاد وربما عميل ودخيل. الآن هو الذين يعارضون ويقبلون ويختلفون مع السلطة الفعلية وجعلها صنف آخر وهؤلاء البشر يعني وكأنهم بشريون يعني كأنهم فضائيون جاءوا من كوكب آخر أو من مكان آخر أو لا يكلمهم لأن الفوق يتكلم عن الوطنيين والوطن وهؤلاء الذين سيشملهم الحصار والذين سيتصل بهم كريم يونس والذين سيشتريهم وهم الذين يخوفوهم إن خافوا. أما الذي يستجيب للإغراءات ولا يخاف من التخويفات فهؤلاء الناس غير معنيين ولا يهتموا لصحتهم ولا لأفكارهم ولا لآرائهم ولهذا سيصطدم يعني عندما يضع موعد للانتخابات سيصطدم مع البشر الذين لن ينتخبوا وسوف يعرفوا ما حجمهم مدى كلمتهم اذا تكون بالتوافق بين الجزائريين. يعني انت استاذ رالت مقطع يعني تتوقع ان النظام سوف يستمر في هذا الطريق وسوف يجري هذه الانتخابات رغم كل شيء؟ نعم سيستمر اكيد النظام سيستمر حتى يخبط في الحيط لانه كان هما ودار وتقارير ومبنوا يعني على اساس ان الحراك انتهى. الناس اللي ديسيدور كيما قلت لك راهم بناوا الخطه تاعهم تاع الذهاب للانتخابات على اساس ان الحراك تراجع وان الناس اغلبيه فيهم تدعم المنهج والراي تاع المؤسسه العسكريه والامر الذي ستختاره المؤسسه العسكريه سيسير فيه الشعب ويدعمه ويؤيده وان الجيش قد تحصل على صفوف من الشعب. صدرر لا مرة أخرى انقطع الخط من المصدر. وليك يا أستاذ حبيب إبراهيم يعني كما قال أستاذ ضرار يعني الحالة واضحة أن النظام سوف يستمر في هذا الطريق خلال الطريق تاعه سوف يذهب إلى انتخابات في أسرع الأوقات ربما واش يسمع فينا إذا كان زملاء يقولون في أستاذ إبراهيم تسمع فيا أسمع في أستاذ إبراهيم يا أستاذ إبراهيم يسمع فيا لا للأسف فماش اسمع فيها مرة أخرى فيها مشاكل في الاتصالات. سؤال خلينا نسمع ربما الآن إلى رأي الأستاذ الجامعي من قسنطينة الأستاذ نور الدين مزهود. سي نور الدين السلام عليكم. أستاذ نور الدين مزهود إذا ما كاش خلل آخر فيه خلل آخر حسب الزملاء ماش اسمع فينا الأستاذ مزهود أو معنا؟ لا موش معنا. إذا نازل مشاهدين نحاولوا نصبروا حتى يجيوا الضيوف الكرام. إذا كما قلت المحاور الأساسية اليوم كما يراه الكثير المراقبون هو أولا قضية هيئة الوساطة اللي هي تنشط رغم كل شيء. أستاذ ضراء هو يشوف أن الانتخابات سوف تجرى كما يريدها النظام رغم كل شيء. عنده ذبابة إلكترونية عنده القنوات العمومية اللي تحاول يعني تغطي الحقيقة. وهذا ربما رأي ورأي الآخر يقول أن كما تمكن الشعب الجزائري كما تمكن الحراك في إلغاء انتخابتين رئاسيتين الماضيتين ما زال سوف يتمكن في إلغاء الانتخابات أخرى إذا كان لم تجرى في كما يريده الشعب كما يريدها هذا الحراك في ضمانات تؤكد أن الانتخابات سوف تمر بشفافية وبكل حرية. وكل هل هذا ربما نخليه الأيام المقبلة رغم أن الكثير يقولون ربما الدخول الاجتماعي الآن سوف يبرهن قوة هذا الحراك وسوف يكون دخول حار أو ساخن كما يقول الكثيرون لأن شفنا ثانية ربما نشوف حتى المشاكل الأمطار
ربما لأن كل شيء في يدخل في إطار واحد وهو المطالب الشعبية وتحسين الظروف المعيشة الجزائريين، حتى كل مرة تشوية قطرات من الماء نشوف الفيضانات وتغرق مدن كاملة. ربما إذا كان وجدا نشوف هذه الفيديوهات من سكيكدا والمسيلة وإغلاق الشوارع كاملة في عدة مناطق من البلاد. وراك يا جماعة أبسلام كوارث طبيعية هائلة وخسائر مادية كبيرة، رغم الكثير حسب الذباب أن العصابة راهي في السجن. ظاهر أن العصابة مش فقط في السجن، راهي في السجن وراهي برا السجن وراهي في البلديات في الدوائر في الولايات. كل هذا هو المطلب الجزائريين، وهو أن لازم يروحوا قاع، هذا هو المطلب قاع. هذا كي يشوفوا هالكوارث وهذا سوء التسيير وعدم المحاسبة تفهم ما معنى ما يعني الجزائر بالقاع. خلينا ربما الآن نرجع لأن النشط المدني من الجزائر العاصمة أستاذ علي الدرار، تسمع فيه الأستاذ؟ ألو تسمع فيه الآن؟ ألو نعم، ولكن الصوت مش واضح جدا. مش واضح جدا، ربما فيه كما قلت اليوم فيه خلل. أسمع. ممتاز. نوليك أستاذ علي الدرار، يعني حبيت نشوف مخاطر هذا الطريق نتاعك، تشوف فيها ربما النظام كما قلت سوف يجري هالانتخابات راما كل شيء، ومن جهة أخرى الحراك ما زال يصر على مطالبه الأساسية ولا النظام أن يرحل قبل أي حوار وما كاش حوار مع العصابات. انت يعني هذا كي صحت بالحوار الطرشان، هاي كل واحد ماشي شاد طريقه، الى اين تتجه الجزائر في هذه الاحوال؟ يعني كيف تشوف انت تتوقع المستقبل؟ السؤال موجه لي؟ مو اليك استاذ. استاذ درار؟ الو السلام عليكم، ربما خلط بين الاسماء استاذ سليم. او معنا راك معنا الاستاذ درار لا ولا سي نور الدين مزهود؟ لا علي درار من جيجل. ممتاز علي درار من جيجل. يعني خلاص يا استاذ، انا السؤال ليك، يعني كيفاش راك تشوف المستقبل هذه الظروف اذا كان شفنا الجزائر تمشي له في طريقين، يعني النظام ماشي في طريقه وهو انتخابات رئاسيه رغم كل شيء، والحراك مصير على طريقه وهو ما كاش حوار مع العصابات ولازم يكون تغيير جذري قبل اي انتخابات. كيفاش تشوف المستقبل الان في هذه الظروف؟ نعم، هو تقريبا كانت الاجابه تاعي على السؤال اللي قبل هذا، وقبل ان ينقطع الخط كنت اريد ان اصل الى هذه النتيجه، ولست ادري ان كانت فكرتي في السؤال السابق قد وصلت او لا.
ولكن يبدو أن النظام مستمر في طريقه والخطة التي وضعها من أجل المرور إلى انتخابات رئاسية. هو يقول في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل طمأنة الشارع. هو في حقيقة الأمر ليس لديه وقت محدد، وإنما أقرب وقت ممكن عنده هو الوقت الذي يستطيع أن يقضي على الحراك وأن يشتت الحراك وأن يفرقه. هذا هو السقف الزمني الذي يضعه من أجل الذهاب للانتخابات. قبل دخول المواطنين إلى بيوتهم وإفراغ الشوارع لا يمكن للنظام أن يذهب إلى الانتخابات ولا أن يحدد موعدا للانتخابات، ولكنه سيمضي بهذا الأسلوب التلاعب والمراوغات وتسيير الأزمة ساعة بساعة. كل يوم يجد لها شيء، كل يوم يربينا بأمر، مرة بكريم يونس، مرة برمطان عمامرة، مرة بفلان، مرة بعلان، إلى أن يتعوى مشروعه الحقيقي الآن ليس الذهاب للانتخابات، وإنما يقوم به أنكور الآن هو محاولة تشتيت الحراك. ونحن كنا قد رأينا عند سيناريو المرور إلى الخامسة استمر النظام في برنامج الخامسة وغيب كل الأصوات المعارضة، حتى وصل أن جمع مجموعة كبيرة من الناس وأعطاهم الكاشير كلاو الكاشير من أجل إظهار شعبية وسند شعبي وقاعدة اجتماعية لمشروعه من أجل الخامسة، وأصبحت معرة في تاريخهم. ثم اصطدموا بالواقع فتخلوا عن بوتفليقة ومضوا الآن في مشروع آخر بديل لبوتفليقة. الآن هم يغيبون الأصوات هذه التي تعارض ويمضون في مشروعهم. سوف يصلون إلى الحد إما أنهم سيستجيبون للشعب ويتفاوضون مع الشعب أو يتحاورون مع الشعب، لا ماموش حتى في الاصطلاح، المهم أن يرضى الشعب ويقبل ويطمئن بمستقبله ومستقبل بلاده، أو أنهم سيصطدمون في الحائط الشعبي مثل ما اصطدموا في المرحلة السابقة تاع العهد الخامس. أستاذ ممتاز، على رحمة بركة نقول لك أستاذنا من فضلك. معنا الآن من قسنطينة أستاذ الجامعة سير نور الدين مزهود. أستاذ مزهود السلام عليكم أولا، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا. مرحبا بك أستاذ. أولا يعني واش رأيك في كلام علي درار الآن النظام ما زالوا مصر على تأخرات الطريقة وسوف يجري انتخابات رئاسية رغم كل شيء، وإما يقضى الحراك ويجري انتخابات وإما سيستجيب رغم أنفه إن صح التعبير لمطالب الحراك ويذهب ويخلي البلاد بين أيدي شريفة، واش تقول في هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على المستمعين والنظار الكرام. فيما يخص هذا السيناريو في الحقيقة تاع يعني الانتخابات، في الحقيقة الأجندة كانت واضحة منذ الأول، يعني منذ الأولى يوم نادى بوتفليقة قبل رحيله الرئيس المخلوع أن نعطي عام ويجد ندوة وطنية وبعد ذلك تكون الانتخابات كانت واضحة جدا. واليوم نحن في نفس الورقة، يعني نفس الخطة التي وضعها الرئيس أو النظام السابق، رانا فيها، رانا ننفذ فيها ولكن بشكل آخر، ولكن في بوتفليقة. ولكن أن هذه ليست قضاء وقرار، المغالبة اللي راح تكون بين إرادة بين إرادة التي تمثل أغلبية الشعب الجزائري وإرادة بقاء النظام القديم، الاصطدام بينهما الآن أو يعني معركة الإرادات وكسر العظم بينهما هي التي تحدد هل يكون هناك انتخابات أو لا تكون هناك انتخابات. لأن لا نستطيع أبدا أن نفرض على الشعب أي أجندة ولا يقبلها، يعني مستحيل أن نقدم فرض على الشعب يقول أنك تروح للانتخابات، يعني أستاذ مزهود واحد آخر يقول لك ربما يقول الشارع الآن الحالة نشوفها هيئة الحوار ما زالت مستمرة في أشغالها، ما زالت في تحركاتها، تجتمع بممثلي الحراك، ممثلي المجتمع المدني، وهم كأنه يعني الشاب أغلبهم مع الفكرة هذه تاع انتخابات رئاسية الآن في أقرب الآذان. لا الشعب يدرك جيدا المناورة، لم يكن في لجنة الحوار أي واحد يعني ولا ممثل من الشراكة، كل لجنة الحوار بطل النظام القديم بشبه العهد الخامسة كلهم بدون استثناء، بدون استثناء من ترتيب اللجنة
لجنة الحوار التي تحمل من جوا النقاب القديم، وكل الذي تقدم من اللجنة سواء يسمى بالمجلس وما يسمى الشخصيين والأكاديميين والنشطاء السياسيين إلى آخره، كلهم دعاة العهد الرابعة، العهد الخامسة أفريقيا وكذلك العهد الرابعة. إذا الادعاء أن التي يوصل ختم الكاريبيون أن كل الشعب الجزائري يود الانتخابات هذه يعني مقبولة وهذه حقيقة، يعني الاشتراك هو لا يرفض الانتخابات في المدن ولكن يحب رفض الانتخابات بهذه الظروف وبهذه يعني القواعد التي تتبعها النظام القديم. لذلك أنا أرى في الأسبوع القادم سوف تجيب على بكل بلد قديم وسيأخذ بقايا النظام القديم ستأخذ الجواب من الشعب، ستأخذ الجواب الحقيقي من هل ستكون هناك انتخابات أم لا. وأنا أظن وبحسب قراءتي كمشرك في الحراك مستحيل يقبل الحراك بانتخابات بهذه الظروف، فقط يقبل الحراك بالانتخابات إذا نفي الانتخابات حسب شروط الحراك. جيد هناك شروط الحراك مع كل وقت. أستاذ حبيب برامي نقول لك يعني الآن كحزب جيل جديد أنتم ما عندكم مطالب، عندكم خريطة الطريق، عندكم رؤية للمستقبل. الواقع يقول أن النظام الظاهر أنه رفض مبادرة آن بنيان، رفض مبادرة البديل الديمقراطي، أي حل آخر غير حل هيئة الحوار والوساطة مرفوضة حسب السلطة الفعلية، فقط هذا الحوار اللي موجود فوق الطاولة. الآن ماذا أنتم فاعلون؟ ماذا الواقع الآن؟ الشعب الجزائري خارجين كل جمعة، أنتم كأحزاب وقوى سياسية ماذا يمكن أن تفعلوه؟ نعم سي سليم، شكرا على السؤال، ما سمعتوش مليح لكن نظن اني فهمت سؤال واش قلتي بالنسبه لجنة الحوار وبالنسبه للقوى السياسيه. نظن ان اليوم كان المقترح تاع جيل جديد واضح جدا، كان عملي، كان متوافق عليه من طرف عدد كبير من خاصه من النشطاء ومن طرف الناس اللي داخل المجتمع السياسي، اننا نولوا للشرعيه الشعبيه وفي نفس الوقت نحقوا التغيير الجذري للنظام وليس البقاء على نفس القانون وعلى نفس الدستور وعلى نفس الطريقه اللي تخلينا نمشي ونعاودوا نجدد النظام من جديد. اليوم في لسوء الحظ خدا النظام بعض من المقترحات لكن نزع منها المضمون تاعها، نزع منها المحتوى تاعها باش يحط المضمون تاعو. وهنا نعاودوا نقولوا في نفس المراوغات اللي نعرفوها ويعرفها الشعب الجزائري على هذا النظام، وهذا شيء مؤسف جدا. اليوم نتمنى ان الجميع يعود الى الحكمه وخاصه المؤسسه العسكريه ان تتحلى بالتعاقل، ان تتحلى بالسمع. اليوم يجب السمع الى الشعب الجزائري، يجب الاستماع الى متطلبات الشعب الجزائري اللي اليوم يقول انه يرفض تماما انه يعيش مره اخرى في نفس النظام السابق. ولهذا يجب مرافقه مطالب الشعب ويجب الحوار مع الشعب، لكن ليس الحوار مع ما يعرف بنوع من المونولوج اللي رانا نشوفه فيه حاليا من طرف لجنه الحوار، انها تسمع الا للنشطاء اللي يقولوا المطالب تاعهم هي التعجيل. غريب جدا انه يولي المطلب الاساسي للحراك هو التعجيل في الانتخابات الرئاسيه. المطلب الحقيقي للحراك هو ذهاب كل وجوه الازمه وبناء جزائر جديده. من اجل بناء جزائر جديدة يجب ميكانيزمات سياسية حقيقية واقعية فعلية لتسمح ببناء هذه الجزائر. جيد. الكل يقترح، كاين الناس اللي اقترحت مجلس تأسيسي ومرحلة انتقالية، كاين الناس كما جيل جديد اللي اقترحت انتخابات رئاسية، لكن انتخابات رئاسية حقيقية تنظمها هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، تكون مكونة من طرف الشعب الجزائري بمرافقة للمؤسسة العسكرية وليس بتسيير المؤسسة العسكرية. جيد. وليس بقرارات مباشرة. أستاذ حبيب برامي، تجبر الجزائريين على اتباع خطابات سيدي الصالح. واضح. جيد. هذه الشعب الجزائري وهذا ما نرفضه احنا كذا. استاذ حبيب برامي، هذه المطالب واضحه وهذه معروفه للشعب الجزائري، بصح الان الواقع نشوف ان النظام رفض هذه المبادرات، هو قال فقط الشرط الوحيد للحوار هو لازم نروح للانتخابات الرئاسيه. اسمع فيا، ما نسمع فيك من الاحساس اللي مسمح لي يعني. لا المهم جدا، مهم جدا نسمع، لازم تسمع السؤال هذا مهم جدا، حبيت نسمع للمشاهدين حبوا يفهموا. الان الحراك يخرجوا كل جمعه واضح،
النظام وعنده خلط طريق هو مصير على انه فقط فيه فقط انتخابات رئاسيه ما فيكش حاجه اخرى في اقرب الاجال. الان البعض ينادي لتصعيد، واحد اخر ينادي الى عصيان مدني للضغط. انت تقول لازم يجب النظام ان يسمع لهذا الحراك، كيف يمكن ان نجبر النظام ان يسمع لهذا الحراك؟ هذا هو السؤال الان. يعني الجزائريين يخرجوا كل جمعه والنظام ما حبش يسمع، هل الحل الان هو التصعيد او مواصله في الحراك لان الوقت لصالح الحراك؟ نعم، ولا كيف؟ اليوم عندك الحق، اليوم يتكلم الا على انتخابات رئاسيه، وحتى انا ممثل الحزب الجديد اللي طالب بانتخابات رئاسيه ما راناش توافقين تماما فيما في المقترح تاع النظام في انتخابات رئاسيه في اقرب الاجل. هكذاك لو كان كنا متوافقين كنا شاركنا في انتخابات 4 جويليه، وحتى لو كان قعدنا في النظام البوتفليقي وقعدنا في انتخابات 18 افريل هذا مرفوض جمله وتفصيلا. اليوم نظن ان انتخابات 4 جويليه سقطت لان ما كانوش مترشحين، لكن أكثر من ذلك ما كانش الشعب الجزائري، ما كانوش المنتخبين. وإذا حب النظام يروح في نفس الطريق، إذا حب النظام حب يجبر الجزائريين أنه يروح في مقترح انتخابات رئاسية بلجنة يكونوا فيها قدماء الأفلان والأرندي، فهذا مرفوض ومحش يكونوا الجزائريين. والجزائريين حيواصلوا كل جمعة وكل ثلاثاء بنفس الطريقة، لكن اليوم الخطر أن الوضع يروح للتعفن، وهنا حتكون المسؤولية كاملة على المؤسسة العسكرية، لأنها في هذا الوقت التاريخي حينما قالت أنها سترافق مطالب الشعب، اليوم راهي تتحدى الشعب الجزائري وراهي تمشي ضد المطالب تاعه. ونطلب منها التعقل، نطلب منها الاستماع إلى الشعب الجزائري، نطلب منها استماع إلى مطالب الشعب الجزائري، ونطلب منها بداية الحوار الحقيقي مع الشعب الجزائري من أجل العودة إلى الشرعية الشعبية. إن كان عن طريق انتخابات رئاسية فهذا جيد، وهذا ما يقترحه جيل جديد ما دام يكون بعد ذلك مسار تأسيسي يسمح بتغيير الدستور. لكن أن يكون بإعادة تجديد النظام وبرئيس يكون خيارات المؤسسة العسكرية هذا مرفوض جملة وتفصيلة. منظنش أن المؤسسة العسكرية اللي هي مؤسسة شعبية، ومنظنش أن الناطق الرسمي تاعها اللي هو القايد صالح قادرين أنهم يكونوا فوق الشعب الجزائري. الشعب الجزائري هو اللي حيقرر. الشعب الجزائري في هذا الوقت التاريخي أعطى المطالب تاعه، بين العزيمة تاعه، قال كل الرسائل تاعه بفصحة كبيرة جدا بسلمية. نتمنى أن المؤسسة العسكرية تكون في المستوى هذا الحراك الشعبي وتسمع الجزائريين، لكن أنها كما قلت لي أنها تجبر الجزائريين على شيء أو على آخر فهذا مستحيل. ما كان يحاولوا، وإنما حيكون هذا ابتعاد عن الحكمة واقتراب من التعفن، تعفن الوضع. نظن لا أحد يريد الذهاب إلى التعفن، لا أحد يريد الذهاب إلى العنف إن شاء الله. جيد جيد سي علي درير، نسمعت الأستاذ حبيب إبراهيمي. رانا أمام تعنت هذا النظام، نتجه نحو تعفن ونحو يفتح أبواب على كل المخاطر. اولا يعني هل الوقت الان لصالح الحراك؟ هل الجزائريين يطيقوا يمشيوا كل جمعه لاسابيع واشهر حتى يضغطوا على النظام، او فيه لازم طرق اخرى حتى نخلي النظام يفهم ان لا حل اخر الا السماع لهذا الشعب؟ استمراريه الاحداث وتراكمتها ستجعل الشعب سيبدع، لانه لا ندري ما هي التفكير الجمعي، التفكير نتاع الناس لما يكون المجتمع متفق على خطه ويمشي وهي خطه رفض النظام ورفض طريق النظام. لا تدري ما هي الخطوه التي سيتخذها المجتمع في مرحله ما، مثل ما لا ندري ما هي الخطط الحقيقيه للنظام التي يريد ان يسير فيها. ولهذا انا لست ادري يعني ما هي يعني المراحل القادمه، ان كان هناك تصعيد من نوع ما او ما نوع هذا التصعيد. الا ان ما يقوم به النظام حول قضيه الرئاسيات هذه هي خادعه. الهدف هو هدفنا جميعا هو الرئاسيات، لا احد عنده امر اخر، لان الرئاسيات تعتبر تويج للانتقال يعني الى الديمقراطي والانتقال الى الانتقال المجتمعي والسياسي في الجزائر. المشكل هو في الطريق الذي سنسلكه من اجل الوصول الى تلك الانتخابات. هل الطريق التي يرضاها الشعب والتي تضمن له رئيسا شرعيا مشروعا ويعمل يعني يمارس صلاحياته الدستوريه بحريه وبكل قوه، أو أنه مجرد دمية؟ لأن الطريق إن إحنا عندما نسمع الآن إلى النظام عندما يقول رئاسيات، ما معنى هذا؟ يحدد لنا ماذا يطلب؟ يطلب تحديد موعد الرئاسيات، والحراك يدخل إلى بيوته، وبقية الطبقة السياسية والنخبة يجيوا يدخلوا لعنده، يعطيهم البعض يعطيه بعض المناصب، يعني يقسموا الطرطة كما موالفين،
انتهى الامر، هذا الامر مرفوض. نحن نريد رئاسيات نعم، ولكن اي طريق نسلكه من اجل الوصول الى رئاسيات؟ ولهذا النظام عندما يضع لنا لجنه كريم يونس من اجل الحوار والوساطه، هذا ايضا ظاهر، ولكن ربما لجنه كريم يونس تقوم بمهمه اخرى وهي محاوله حشد وتكوين قاعده سياسيه للنظام، لان النظام فجاه وجد نفسه بدون حلفاء سياسيين وبدون شعب، الشعب خرج الى الشارع فانبهر السياسيون وخافوا وتخندقوا مع الشعب، يعني الذين في المعارضه، يعني ذلك مكانهم الطبيعي، ولكن البعض نتاع الشياطين ذهبوا خوفا من الشارع لانهم كانوا يروا ان النظام سيسقط لا محاله. وهناك البعض من المترقبين الذين كانوا ينتظرون موقف الجيش لانه هو الطرف القوي في النظام، عندما راوا الجيش انحاز الى الحراك رجعوا الى الحراك، الان عندما الجيش اخذ موقف مغاير للحراك لا بداوا يرجعون الواحد تلو الاخر الى موقف الجيش. ولهذا لابد من هذه المرحله التي تطول نوعا ما، وذلك من اجل ان تتميز الصفوف ويظهر جميع الناس على حقائقهم، لان الغيب بيد الله، ولابد ان يكون هناك تمحيص في المجتمع. الشعب بينه دخلاء وانتهازيون ووصولون. الكثير الان الذين استجابوا لدعوى كريم يونس بعد التهديدات التي هددهم بها قائد الاركان في خطابه الاخير، والبعض الاخر طماعين رجعوا الى عادتهم بعد ما وراوا لهم الريش هكذا جاوا يجريوا. ولهذا نحن لا نعول كثيرا على ما يعلنه النظام، لانه يريد ربح الوقت، وهو باذن الله سيكون في صالح الحراك، لانه سيتطهر من الانتهازيين والوصوليين، وسوف يصطدم النظام بالواقع المجتمعي والرفض الشعبي اذا استمر في طريق لا يرضاها الشعب، هذا مؤكد. شي علي ديرا، ربما خلينا نتكلموا في قضيه واحده اخرى وهي ثاني مهمه للجزائريين. هذه كل مره تطيح فيضان، كل ما يطيح شويه شتاء يخلقون فيضانات وتكون خسائر ماديه كبيره في عده ولايات، وفي الصيف خص ما كاش الماء وكان فيه نيران في عده غابات، يعني كل هذه الكوارث الطبيعيه اللي تجينا كل مره كل سنه. الكثير يقول ربما هذه داخله في انجازات المخلوع، انجازات رئيس المخلوع. وثاني هذه من مطالب الشعب الجزائري، ان المشكله الان ليس في بعض العصابه، في بعض وجوه العصابه اللي راهم في الحراش ولا برا الحراش، بصح كلمه كاع الان نراها في الميدان. الجزائر لما يقول لازم يرحلوا كاع، يعني كاع من الفوق حتى لتحت. الانجازات هي ماشي غير الامطار وماشي غير الفيضانات، حنا يجي موسم الصيف نخافوا من الثلوج، تجي موسم الشتاء نخافوا كذلك من الامطار، هذه المواسم الرعديه، الامطار الرعديه نخافوا من الفيضانات، تجي الصيف الحرائق، تجي المهم احنا في كل مره الدخول الاجتماعي نخافوا من الدخول الاجتماعي، يقرب العيد نخافوا من العيد، لان الناس يعني يخافوا من المصاريف والدنيا عايشين في رعب، وهذا لعدم وجود سياسه واضحه عند النظام في كل المجالات، يعني في السياسه، في الاقتصاد، في كل المجالات لا توجد سياسه واضحه. هذه يعني الامطار الطوفانيه هذه اين تقع؟ تقع في غالبها في الاحياء الشعبيه التي بنيت من طرف المواطنين، لانه لا يوجد يعني مخطط عمراني حقيقي. الدول المتقدمه التي نعرفها ونعرف ان لديها مخططات عمرانيه ومخططات لمدن قبل ان تنجز بسنين، ونحن يبني المواطنون احياء جديده فوضويه لا توجد لها خريطه اصلا بعد ان تبنى وتصبح امرا واقعا، يضعون لها المخطط هذاك من توكان كروكي هكذا، يبنوا الطرق هذه يشيدونها ليس وفقا على مخططات معده مسبقا، ولكن نتيجه لضغط المواطنين عندما يغلقون الطرق وغيرها، ثم بعد ذلك يحفرونها من اجل ربطها بشبكات الغاز والماء، ثم دائما نحن في فوضى مستمره. ولهذا يعني لابد ان تتغير السياسه الجزائريه مطلقا، لابد ان تكون لنا يعني مخططات طويله الامد، متوسطه الامد، قصيره الامد، لكي يعيش المواطن يعني يمضي سنته كامله الى غايه يعني العطله الصيفيه وهو مرتاح. جاي نعم صح، وهذا هو مطلب الشعب الجزائري منذ 22 فيفري. شكرا سي علي ديرار ناشط الميداني كان معي من جيجل. شكرا استاذي. معنا الان من الجزائر العاصمه الصحفي كريم كبير. سي كريم السلام عليكم، مزوف لك.
سلام اهلا وسهلا. مرحبا بك سي كريم كبير، شكرا لقبولك الدعوه. اولا واش رايك في هذا البانيل؟ يا ان شاء الله اوسورس سي جو بدير لا وين يروح يطرد، يعني راح لشلف، راح لوهران، راح لبومرداس، وراح هذه ولايات لقى مشاكل، بصح هذا ما منعوش باش هو يواصل في حواراته واجتماعاته مع ما يقول هو ممثلين الحراك. كيسك فوزون بونسي يعني دو سي استراتيجي دو بانيل؟ شوف يعني on a vu dès le début la manière comment a été installé le panel هذا c'est que il n'a pas suscité le comment dire l'enthousiasme et l'adhésion des Algériens. Alors, parce que depuis le début du mouvement, le mouvement qu'est-ce qu'il dit, il ne hauga, c'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui ramener quelqu'un n'importe اللي شافوا فيه باللي كانت عنده علاقه مع النظام من قريب او من بعيد ما يخدموش معاه ما يثقوش فيه باسكو اون لا توجور دي يا اون غراف 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 كريز دو كونفيونس اي لي تري 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 بروفوند اي لي جو اجوردي يل دوموند ان شونجمون دو سيستيم سي با شونجي لي زوم اونيكمون دونك لو بانيل ميم سي بيتيتر يا دي جون سانسير ا لانتيريور دو بانيل اون سي كي يا دي جون بيتيتر سانسير بيتيتر سون كونفيكو باللي هذاك هو الحل لازم و سي فري لازم يكون ديالوغ لازم يكون مي سكون نو زافون ريماركي سي ك لا مانيير كومو اي ترافاي ولا سا كومبوزونت ولا سي تادير لو كادر دو ديالوغ كي سي فيكسي ا سافوار aller aux élections, il reprend donc à son compte exactement ce que demande le pouvoir, donc les gens n'arrivent pas à être convaincus, mais ils ont une volonté réelle pour faire un dialogue. Justement, justement, cette stratégie, cette insistance sur les élections présidentielles dans le plus bref délai, l'autre côté, le peuple refuse cette stratégie, refuse cette option, il demande le départ d'abord de ce Taïs Aba, comme il dit. Yani, c'est quoi les menaces sur l'avenir du pays quand on voit ces deux... C'est comme si c'est deux chemins en parallèle, ils ne vont jamais se rencontrer. Honnêtement, j'ai peur que, c'est-à-dire, cet entêtement du pouvoir, parce que maintenant, de plus en plus, il montre des timides, il refuse catégoriquement c'est-à-dire d'aller à une période de transition. Parce qu'en vérité, ce qui lui fait peur, ce qui lui fait peur dans cette transition, c'est qu'il va mettre en place les mécanismes de son départ, c'est-à-dire de restitution du pouvoir, de la souveraineté populaire au peuple algérien. Or, le régime, depuis 50 ans, nous savons plus qu'ils ont des dossiers noirs, qu'ils ont des responsabilités dans beaucoup de choses. Ce n'est pas, ils ont très très peur à ce que demain le pouvoir sera remis au peuple et ils seront jugés. Donc c'est pour ça qu'ils sont tympanisés à l'idée d'aller à une transition qui va mettre les mécanismes du transfert du pouvoir au peuple algérien. Donc vraiment, la seule solution qu'ils pensent qu'il va les sauver, c'est d'aller à une élection. Avec certainement, parce qu'il maîtrise la mécanique de la mécanique de la fraude, il la maîtrise. Mais les collègues qui déroulent une instance, c'est-à-dire indépendante et tout ça, mais tout le monde sait que cette instance n'a pas encore ni le pouvoir ni la capacité de contrôler tout le territoire algérien. Quand vous avez toujours des chefs de terre en place, quand vous avez les Wali en place, quand vous avez peut-être il y a des agents de la police politique qui sont toujours opérationnels. Donc c'est pas évident réellement d'aller à une élection transparente qui va permettre d'aller l'élection. Donc ce que j'ai peur en ayant, c'est que peut-être ça peut pousser, on risque d'aller à des provocations et tout ça qui risque de faire dériver le mouvement vers la violence, ce que nous ne souhaitons pas à tous les hals. Est-ce que maintenant le pouvoir va concéder c'est-à-dire à répondre aux doléances ou à la revendication du peuple? Mais honnêtement, je vois qu'il va encore essayer, encore pour quelques semaines ou là, quelques mois, encore de manœuvrer, d'essayer de gagner le mouvement avec les yeux. Très bien, très bien. C'est quand même bien, Fadl Kriah. Mais donc, nous, رانا عشية الثلاثاء 28 طلبة والأساتذة كالعادة
راح يخرجوا نهار الثلاثاء. اولا يعني سي نور الدين مسعود، ما هي اهميه هذا الحراك الثلاثاء كل ثلاثاء بارابور الحراك الشعبي عامه؟ يعني سامحوني الخطه هذه جدا ما قدرتش يعني لا نسمع ولا نشارك، ولكن الان الخطه احسن. ممتاز. بالنسبه للحراك حراك الطلبه يوم الثلاثاء، يعني هو مثل منذ البدايه ان حراك الجامعه اي حراك الطلبه والاساتذه هو في الحقيقه دعم لحراك الجمعه، هو يدعم حراك الجمعه ويحمل نفس الهموم ونفس شعارات الجمعه. لذلك يعني انا اظن ان هذه الثلاثاء تتوافق مع الدخول الجامعي اللي كان اليوم، ان شاء الله سوف نسجل ارتفاع جد هام ومحسوس في عدد المشاركين في حراك الثلاثاء عبر كامل الترابط الوطني. استاذ مسعود، انا حبيت نقول لك يعني مشاركه الطلبه في توعيات وتاطير هذا الحراك، كيف تشوف انت الاهميه؟ نعم. مشاركه القويه تاع الطلبه والاساتذه خاصه. نعم نعم، هما في الحقيقه يعني الطلبه والجامعه الطلبه الجامعيين والاساتذه الجامعيين هما في الحقيقه يعني كما نقولوا حنا دي بيلي، هما في الحقيقه كانت عندهم يعني اسهام ومشاركه جيده جدا في حراك الجمعه، سواء كما قلت من ناحيه التاطير، نشر الوعي، تصحيح المفاهيم المغلوطه التي تستعملها الثوره المضاده لتضليل يعني الراي العام، كذلك من خلال كتاب الشعارات الهادفه جدا والتي يعني عندها تتسم بالوضوح. اذا في الحقيقه ان الحضور تاع الاستاذ الجامعي والحضور تاع الطالب هو حضور قوي جدا، ونحن لاحظنا ان حتى يعني المواطنين يتوقون ويعني تكون عندهم معنوياتهم مرتفعه جدا عندما يكونوا معهم خاصه الطلبه والاساتذه الجامعيين، ويتجلى ذلك من خلال مختلف المنتديات التي اقيمت عبر الوطن والتي ينشطها اساتذه جامعيين ومثقفين وطلبه، ويعني تجرى فيها حوارات اجتماعيه وحوارات حول الانتخابات وحول الديمقراطيه وحول الدكتاتوريه وحول الحوكمه وحول الفساد وحول الاقتصاد الى اخره. اذا يعني انا نشوف ان الدور تاع الجامعه في الحقيقه هو رائد باتم معنى الكلمه في ثوره 22 فبراير. خلينا نوليو للاعداد الان، لان هذا الصيف ربما نقص الاعداد لاسباب موضوعيه، ربما ان حصلت في الجزائر العاصمه وربما في بجايه، هل انت تتوقع بعد دخول المدرسي الان والاجتماع والجامعي يكون فيه زخم اكبر وتعود الحركه كالعاده، وربما فيه يكون فيه نقص في هذه القضيه؟ لا لا، في حق الحراك الطلابي ما كاينش في الجزائر العاصمه، قسنطينه لم ينقطع فيها الحراك الطلابي منذ فبراير حتى الان. ممتاز. يعني خلال الصيف كل الصيف انا شخصيا شاركت في كل الشراكات يوم الثلاثاء حتى الثلاثاء الماضي يعني، وكذلك في ولايه عنابه، كذلك في ولايه جيجل، في بجايه. بس استاذ مسعود صافي كلام، يعني في كلام يقال ان ربما بعض الطلبة متأثرين بالذباب الإلكتروني بالحملات القنوات الرسمية، وربما نعم مقتنعين بتحركات المنظومة الآن. لا أنا والله نقول لك، أنا نأكد لك أخي العزيز، والله هذه مجرد ادعاءات فقط، لأن الواقع يفند ذلك. فالذباب الإلكتروني جند منذ بداية الحراك، ويعني كل محاولاته من أجل إحباط الحراك لم تنجح. بالشيء اللي لاحظنا احنا مؤخرا ان الذباب تراجع بطريقه خارقه للعاده، يعني الذباب اصبح تقريبا غير موجود، وحتى يعني الشياتين ما يسمى، انا يعني متاسف على هذا المصطلح والله، هذه المفرده، يعني حتى ان الشياتين اصبحوا يعني العدد تاعهم قليل جدا، وحضورهم اصبح يعني باهت في الحراك. اما فيما يخص انت طرحت سؤال عن العدد، تاكد ان انا متاكد جدا ان خلال الدخول الجامعي سوف تكون الاعداد ان شاء الله بالالاف وبمئات الالاف، وسوف ان شاء الله يشوفوا بقايا النظام القديم، سوف ترى ان لا موبيليزاسيون بوبيلار لا موبيليزاسيون دو لونيفرسيتي ديتيديون، يعني راح تكون صادمه لهم. والشيء الذي سيشجع كذلك يعني حراك الجمعه ان يكون بالملايين ان شاء الله في شهر سبتمبر، الشيء الذي سوف
يضع السلطة ويضع النظام بقايا النظام القديم أمام أمر الواقع ويتمثل في التفاوض وليس التحاور، التفاوض على الرحيل. سؤال تسليم السلطة للشعب. سؤال آخر سي مسعود، ربما النظام بخطاباته يعطي انطباع أنه يسيطر على الأمور، هل فترة الصيف ورقلة الأعداد هي اللي خلات الآن النظام يظن أن الحراك ضعف وأنه سيطر على الأمر وما زال يصر على مطلبه الذي يخالف مطلب الشعب؟ هل هذا أثر على الخطابات قايد صالح الأعداد اللي قلت؟ لا أنا أقول لك الأخ، هم السلطة وبقية النظام هم عندهم الحقيقة، هم على بالهم أن الحراك لم يضعف، الحراك نقص نعم، لأن الصيف هم كانوا يراهنوا أن الحراك سوف ينطفي تماما في رمضان، فالعكس تماما، فإن في رمضان زاد الحراك، ثم كانوا يعني ينتظروا لا بيريود تاع لي فاكونس، ومع ذلك أن الحراك بقى، بل أن في الجمعتين الأخيرتين من أود الجموع أصبحت بأعداد هائلة وهائلة جدا، يعني إحنا كنا فرحانين بزاف أن الحراك يعني أصبح أكثر قوة، وهم عندهم الحقيقة، هم يعرفوا أن الحراك لم يضعف ولن يضعف، وكذلك هم يعرفون الحقيقة أن من حاوروهم لا يمتون الحراك، هم يعلمون بذلك، يعني هم يعلمون أن من حاوروهم في لجنة الحوار لا يمثلون الحراك، بل الذين حاوروهم في لجنة الحوار يمثلون بقايا النظام القديم، دعاة العهد الرابعة والعهد الخامسة، هذو هما اللي حاوروهم في السلطة والنظام القديم يحاولوا نفسه، هو يعرف هذا يعني، ولكن كما قلت أنا هو صراع إرادتين، إرادة الشعب الجزائري في ثورته المباركة وإرادة النظام الفاسد الذي هو نصب كبار مسؤوليه وصفوا أنفسهم ووصفوا هذا النظام بأنه نظام مرتشي وبأنه نظام فاسد وأنه نظام السراقين وأنه نظام عميل للقوى الأجنبية. نحن لم نصف ذلك النظام، كنا نقول لدى العهد الخامسة، ولكن هم وصفوه أنهم عصابة، ليس نحن الذي قال أنها عصابة. ممتاز، شكرا سي نور الدين مزهود الاستاذ الجامعي كان معي من قسنطينه، شكرا جزيلا. نوليك استاذ كريم كبير، يعني اوروف اون اسيت اون اونتري سوسيال بوكو بريديس كوم كور فاتر شود، اسكو فو بونسي فريمون كو سات اونتري سوسيال فا ان فا افيكتي لو حراك فا اون فا فوار ديز اون فا روفني سي جو بو دير اون حراك دو ديبي افيك دي مليون دالجيري ان بو بارتو ان الجيري. Bien sûr, parce que shop, même le mouvement, il se nourrit avec les erreurs du régime. C'est un mauvais élève, le régime. C'est un très très mauvais élève, comme a dit le général Diop à propos de l'impérialisme. C'est-à-dire qu'il ne tire pas les leçons. À chaque fois qu'ils font une action, ils ne font qu'encourager le mouvement. Parce que quand il y a soi-disant une commission de dialogue, qui pose des préalables. On va dire que le chef d'état-major dit qu'il n'y a pas de préalables, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre. On va dire que le chef d'état-major dit qu'il n'y a pas de préalables. On va dire que le chef d'état-major c'est-à-dire qu'ils accusent le peuple que c'est des revendications, ainsi de suite. Et bien c'est là où les Algériens redoublent encore de mobilisation. Et avec la rentrée sociale, nous savons que maintenant toutes les universités vont revenir, c'est-à-dire tous les étudiants, tous les fonctionnaires vont rentrer de congé, et tout le monde va se remettre à marcher parce qu'ils ont compris que le pouvoir veut jouer la carte de l'essoufflement. Il va jouer la carte de l'usure. Or, les Algériens, ils sont déterminés. À chaque fois, ils le répètent chaque vendredi. Ils le répètent dans les slogans. Ils disent « Bli, t'il haouga ». Quand ils disent « Bli, t'il haouga », ce n'est pas parce que ça veut dire « Bli, houssou, bli ». Ils cherchent à ce qu'il y a l'effondrement de l'État. Ils sont conscients. Mais ils connaissent « Bli ». Tous les gens qui ont mis en place ce système, ils doivent partir. On doit changer un nouveau système de gouvernance. On doit construire une nouvelle Algérie. Sur une nouvelle base, sur une nouvelle forme de gouvernance qui respecte toutes les libertés. C'est ça ce que demandent les Algériens. Il n'est pas formalisé dans un programme politique, c'est normal, parce qu'il faut prendre le peuple dans sa majorité. Mais quand vous analysez tous les slogans qui sont dits chaque vendredi, vous comprendrez que le peuple algérien, il veut en finir avec ce système qui a produit le vol, la corruption, la prédation. Il a détruit les structures sociales, il a détruit les rapports dans la société, il a détruit pratiquement même la cellule familiale.
Alors aujourd'hui, les Algériens, il y a une grande intelligence collective, une grande conscience qu'il faut construire une nouvelle Algérie. Et c'est pour ça que moi, je suis confiant qu'il y aura une grande mobilisation avec la rentrée sociale. Monsieur Habib Rahmi, est-ce que vous êtes confiant aussi par rapport à cette mobilisation après la rentrée sociale, même si il faut dire comme quoi, نعرف أن الناس ربما يتصلوا بي يقول لي شغل فيه تشاؤم بين الجزائريين لأن النظام هذا ما حبش يسمع ما فهموش وعلى ما حبش يسمع الملايين الجزائريين. هل تحس أن في هذا التشاؤم من بين الجزائريين أن النظام ما زالوا كما بكري ومشينا غير بدون نتيجة؟ سامي برهمية خلينا نتكلموا قبلين دون أنا كونفيون اي اوبتيميست معناتها متفائل أن الشعب الجزائري حيحقق كل مطالب الحراك كل مطالب اللي خرجت 28 هذا ليس هذا كلام من أجل باش نشكر الشعب الجزائري أو هذا أو شيء من هذا القبيل رانا نشوفوا الطريقة والوعي الكبير اللي خرج انقطع الخط مرة أخرى من المصدر سنوليك سي كلام كبير يعني Vous avez parlé d'un optimisme, vous avez parlé de vous êtes confiant comme quoi il y aura une mobilisation générale avec la rentrée sociale. Mais est-ce que vous sentez comme qu'il y a un petit vent de désespoir par rapport à ce pouvoir, comme quoi il ne va jamais écouter, que peut-être il faut autre chose, il faut tas'aïd, Amk Karnoun. Mais écoutez, il faut qu'on prenne aussi en considération que l'Algérie en tant que nation, qu'elle est une Algérie, c'est-à-dire on est en train de naître. Ce n'est que maintenant qu'on commence à construire la vraie Algérie. Attention, il y a un grand gâchis, il y a un grand désastre qui a été fait depuis 62. On a utilisé la violence pour prendre le pouvoir. On a chassé l'intelligence, on a chassé les cadres, les intellectuels, on les a poussés à l'exil. On a mis en prison des gens injustement parce qu'ils ont exprimé des avis différents. On a encouragé des médiocres, des incompétents, la corruption. On n'a pas construit une économie. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un apprentissage. C'est normal quand ils voient les gens, ils parlent qu'après 6 mois, c'est difficile et tout. Mais entre-temps, ce qui se passe réellement, c'est que les gens discutent, les gens essaient d'imaginer d'autres solutions et les gens prennent conscience aussi des enjeux, ils prennent conscience. Donc s'il y a 2000 personnes, 3000 personnes qui sont, découragées ou là ils sont désespérés, ça ne veut pas dire que le mouvement dans sa globalité est désespéré, parce qu'au sein de ce mouvement, il y a aussi des animateurs, il y a des gens qui sont conscients. Nous avons des étudiants qui sont le père de monde. D'ailleurs, il faut leur rendre un grand hommage, notamment pour les étudiants et les femmes, qui sont les fers de lance de ce mouvement. Ils sont conscients, il y a des cadres, il y a des intellectuels qui sont chaque vendredi dans les marches, il y a des gens qui parlent avec, nous avons vu par exemple avec Maître Bouchachi, ou là, M. Djabi, ou là, avec Karim Tabou, ou là, avec Mouhi Ben Abbas, ou là, avec pas mal de cadres qui s'impliquent dans le mouvement. Ils gâteront Annat et Adro, ils essaient de conscientiser les gens, et ils essaient de les aider pour cultiver l'espoir. Nous avons des gens qui interviennent grâce à Maharibia qui donnent aussi des gages d'espoir aux gens. Donc nous ne devons pas focaliser sur les gens qui ont peur, parce que c'est normal, ça, c'est dans tous les mouvements. Nous l'avons vu même en France avec les gilets jaunes, hein. Ça commence avec des milliers et ça finit par diminuer la mobilisation. Mais dans sa globalité, le mouvement reste. Très bien. Barakallah fik, c'est quelqu'un qui est très liberté, j'ai même le Jazeera l'Asma. Quand même le Jazeera l'Asma, شكرا جزيلا. Nous lui écoutons Habib Ibrahim, ya rabba masoua l'akhir. حول هذا التشاؤم لبعض الفئات الحراك. انت هل تحس هذا التشاؤم او رأك متفائلا ان النظام الحراك خاصة بعد الدخول الاجتماعي سوف يكون اقوى وان النظام سوف يعلم ان محاولات مناورات والرهانات على الصيف سوف يسقطها الدخول الاجتماعي. نعم سي سليم والله بعد 20 سنه من الحق والبنيان نعم ان الجزائريين يتشائموا شويه بما ان الحراك طال شويه، لكن انا بالنسبه لي متفائل كل التفاؤل باللي الشعب الجزائري حيحقق كل المطالب تاعو. اليوم الجزائريين بينوا الوعي
السياسي الكبير تاعهم، بينوا ان الحراك منذ 22 بين انه عنده بلي عن كل العزم على المطالب تاعو، بين روحه بالفكره الراديكالي بلي قابل انه يتحاور، لكن حوار حقيقي حوار شفاف. تقول له كي يجي النظام يقول له تتحاور، يقول لك نعم، بصح كي تقول له بلي الزهاري بوزيد هو اللي حيكتب لك القوانين يقول لك لا لا ما نطيقش. ولهذا كان الشعب الجزائري واغلبيه الناس كانوا قالوا بلي لازم اجراءات تهدئه، ما نقبلوش اننا نتفاوضوا مع هذا النظام وعندنا اولادنا في الحباس لانهم رفعوا وضايا امازيغيه هويه ثقافيه، هذا غير ما مقبول. اليوم الكره نظن انها في جانب السلطه، السلطه هي اللي لازم اليوم تتعقل، هي اللي لازم تسمع الشعب الجزائري، هي اللي لازم اليوم تعطي بعض الاشارات الرسميه باش تعرفوا حقيقه ان النيه هي تحقيق مطالب الشعب وليس النيه هي تجديد النظام واعاده تشكيل نظام بوتفليقي بدون بوتفليقه، هذا مفروض وهذا ما يرفضه الشعب الجزائري، لكن نبقى متفائل. الشعب الجزائري واعي، الشعب الجزائري قوي، الشعب الجزائري حازم، والشعب الجزائري حيحقق ان شاء الله كل مطالب تاعو. والله مانيش نقولها من اجل نقول باش بوغ كارتي دون سونس توال، لاني نقولها لانني متاكد وكل جمعه الشعب الجزائري يقولون باللي على بالهم واش محبين وعلى بال اي طريقه حابينها بالسلميه ان شاء الله راح نحقق ما هو كذلك. شكرا سي حبيب ابراهيم القيادي في حزب جديد كان معي بالجزائر العاصمه، شكرا جزيلا. كما اشكر جميع الضيوف الكرام اللي كانوا معنا اليوم، رغم نعتذر من في رباط خلل، مش خلل واحد يعني التقني. نشكر سي نور الدين مزهود الاستاذ الجامعي اللي كان معي من قسنطينه، واستاذ علي ضرار الناشط الميداني اللي كان معي من جيجل، واكيد نشكر كثيرا الاستاذ كريم كبير الصحفي تاع ليبرتي اللي كان معي من الجزائر العاصمه. اذا اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهايه هذا الجزء الاول من هذه التغطيه، التغطيه ما زالت مستمره كما تعلمون على القناتين الاولى والثانيه، ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله.